أول شيء بدي أقول thank you على استضافتي بوحدة من أحلى الفعاليات اللي عم بتصير بالمنطقة. هي هب شيء مختلف بس بنفس الوقت عم بيعكس صورة الجمال والموضة يلي نحن موجودة عنا بالإندستري بس كنا بحاجة إنه نضوي عليها. هي هب عم بتساعد بهيدا الموضوع, so thanks for you, you did a great job, وشرف لإلي ولكل حدا عنده هيك شغف بكل شيء عم بيصير بهيدا الإندستري إنه يكون موجود. أكتر شيء بحب رياض هو أهلا وناسا, واللي بحبه قدي عندهم إصرار على النجاح. رياض اليوم صارت example, مثال يحتذب فيه بكل العالم, لأنه كل العالم صارت عم تجي على الرياض. هي وجهة صارت سياحية, وجهة للأزياء وللموضة وللجمال. تشرفنا كلنا كعرب.